أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. سينخفض الضغط الجوي خلال يوم الغد على المناطق الشمالية، حيث مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب إن شاء الله سحب وركانية رعدية مطرة بعد تلاشي ضباب مع نسبة رطوبة عالية خلال صبيحة الغد تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية. إذا سحب وركانية ستلتحق خلال أمسية زخات مطرية رعدية متفرقة على الواجهة الوسطى على السواحل وكذلك المناطق داخلية، لكن تكون غزيرة إن شاء الله بداية من أمسية الغد على المناطق الشرقية خاصة المرتفعات والهضاب وحتى على منطقة الأوراس، وتكون على شكل زخات رعدية إن شاء الله. سحب ركامية ستنتشر على المناطق الجنوب الشرقي مع زوبع رملية على كل من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب مرورا بالصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر 9 درجات على كل من الجلفة، لغوات، المسيلة، تيسم السيلت حتى على تيارة. مقاييس ما بين 14 لغاية 15 درجة على السواحل، نفس المقياس على بشار، كذلك ولاية غردية حتى على إليزي، حسي مسعود وورقلة، 13 درجة على تمن راست حتى على جانة. مقاييس ما بين 19 لغاية 20 درجة من تندوف نحو الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع على كافة المناطق الشمالية خاصة على الهضاب والمرتفعات، ننتظر 20 درجة على الجلفة، لغوات والمسيلة، 21 درجة على البيض ونعامة، 22 درجة على التيارت، 24 درجة على كل من تلمسان، عين تيموشنت، كذلك وهران حتى على مستغانم، البليدة، تيزي وزو، البويرة، كذلك قسنطينة، قلمانيلة، خنشلة، 25 درجة على العاصمة، 26 درجة على كل من بيجاية، جيجلسكي، دانبا والطرف، حتى على بسكرة المغيرة وتوغرت، ولاية تامن راست، 33 درجة على تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، إن صلاح، 34 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل الاضطراب على كافة السواحل، رياح ضعيفة غربا معتدلة على الواجهة الوسطى والشرقية تقارب 40 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس لصبيحة الغد سيكون بحول الله في تمام 7:18، أما الغروب على 5:44 دقيقة. وللتواصل معنا دائما ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، نهاية أسبوع مريحة للجميع، في أمان الله.